حياكم الله مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وحديث وطن. عبر التاريخ العراقيين سمعوا بهواية مصطلحات، خصوصا بالفترة هاي من 2003 الى الان، وبالسنة الاخيرة سمعوا مصطلح تردد هواية بشكل واسع جدا لحل الانسداد السياسي، وهي واحدة من المصطلحات الجديدة على قاموس الشارع العراقي، موضوع الانسداد السياسي. ولكي نحل ونفتح ثغرة للانسداد السياسي علينا بإطلاق مبادرات. هذا المصطلح، مصطلح المبادرات، اللي هو الشغل الشاغل والكلمة الترند في عالم السياسة العراقية، مصطلح المبادرات. يعني مبادرات من كتلة لها ثقلها في البرلمان وعدد مقاعد كبير، وكتلة أخرى أقل، ونواب مستقلين، وقيادات أطلقوا مبادرات كثيرة. لكن المفروض هذه المبادرات يتم الاحتكام إلها، دراستها على أساس المصلحة الوطنية، مو على أساس إيش قد تجيب لي مكاسب. وأكو مبادرات أطلقت وناس صدقت بيها وتم الالتفاف عليها، وأكو ناس ما عندها ثقة. السؤال هنا، السبب في عدم يعني الاحتكام أو المضي بهكذا مبادرات اللي أطلقها النصر والبارتي والحكمة والدولة القانون والتيار الصدري والمستقلين والكتل الفائزة والخاسرة والتمثيل الأعلى والأقل، هل مشاكلنا معقدة إلى هذا الحد كي تطلق هذه المبادرات فقط في الإعلام ونتناولها إحنا كوسائل إعلام وكبرامج سياسية، ونستضيف محللين وشخصيات مرموقة لتحليلها؟ سرعان ما تضرب هذه المبادرة وتذهب في طي النسيان وفي أدراج الريح، إلى أن وصلنا إلى هذه الأوضاع اليوم اللي يقول السياسي العراقي بأنه هذه الأوضاع يجب فيها ضبط النفس وعدم الاحتكاك لحماية السلم الأهلي. هنا نسأل، السلم الأهلي فعلا مهدد؟ لو هذا ترويج من السياسي يريد يجر المجتمع إلى صراعات السياسية من كل الأطراف، دائما من يريدون يوقعون وثيقة، لأن أكو خلافات سياسية يسموها مصلحة وطنية، يسموها مصالحة وطنية، يسموها وثيقة سلم أهلي، وثيقة شرف، والكثير منها، منها داخلية ومنها خارجية، لكن الوضع على ما هو عليه. لذلك هذه الأوضاع تحتاج فعلا إلى حكمة وإلى تهدئة وإلى ضبط النفس وإلى التفكير جيدا بالكلمة، والعودة إلى قول أمير المؤمنين عليه السلام: ليرت رقبتي كرقبة البعير، كي يعني تطول الكلمة حتى تنطق، في سبيل أن نعرف أين تتجه وكيف يكون وقع هذه الكلمة. لذلك راح نناقش جملة الأحداث الدائرة في العراق والتي ربما تهدد السلم الأهلي وربما لا، مع ضيوفي في الاستوديو وعبر سكايب، ولكن بعد الفاصل انتظرونا. أهلا ومرحبا بكم جمهورنا الكريم، أرحب بضيوفي في الاستوديو، الكاتب والمحلل السياسي أستاذ صلاح كبيسين، مرحبا بك، والباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، أهلا ومرحبا بك. وإلى حين أن يجهز ضيفنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد الخضر عبر سكايب، نبدأ في حواراتنا مع ضيوفنا في الاستوديو. أول شيء خلي أقول لك عن صورة الباحة، شفتها أستاذ صلاح؟ الباحة الشوارع مقطوعة، ومن يوم الجمعة أكو تخويف، أو الناس بالإعلام يقولون هيك راح يصير، ولا حادث الجانبية؟ فسر لي هاي الصورة. برلمان ليس فيه ولا نائب، في مجموعة من أنصار التيار الصدري، أنا باح على جسر الجاهلية بظل كل هاي، شفت واحد شايل بطل مي يهرول، هذا ما يفكر بالسلم الأهلي؟ لو هو فعلا أكون عزال تام من المجتمع عن الطبقة السياسية، شوف الشعب ما كلش مهتم، أمور ماشية والمطاعم مفتحة والدنيا زاهية للعراقيين. نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ ياس، ولا الأخ عمان المسافر، وإلى الأخ أحمد الخضر عبر سكايب، ولا مشاهدي قناتكم الكريمة.
يعني المواطن العراقي للأسف الشديد من سنوات طويلة من عقود هو يعاني، يعني المعاناة ليست بجديدة على الشعب العراقي. بدأت معاناة العراقي من الحروب اللي خاضها، من الحصار اللي تعرض إلى سنوات طويلة، ثم جاء التغيير بعد عام 2003. كنا نتأمل أن يكون التغيير تغييرا إيجابيا، لكن كل شيء يأتي عن طريق محتل لن يكون إيجابي، وهذا الأمر يعني احنا متفقين عليه. لذلك للأسف بنيت عملية سياسية خاطئة، عملية سياسية عرجاء بنيت على أساس المحاصصة منذ الخطوة الأولى، منذ تأسيس مجلس الحكم. وتذكرون كل شهر كان لزعامة معينة، هذا الشهر لهذا الحزب، والشهر اللي بعده لحزب آخر، والشهر اللي بعده لشخصية، وهكذا بنيت العملية السياسية منذ الخطوة الأولى على أساس المحاصصة، ولم تبنى العملية السياسية على أساس المواطنة اللي هي الأصل في الأمر. اليوم أنت تسكن في بلدك، أنت كعراقي ما ينادى عليك أنت سني أو شيعي أو كردي أو إزيدي أو صابي أو مسيحي. للأسف هذه المسميات اللي جاءت والمكونات فتتت العملية السياسية في العراق، اللي هي أساسا أنا قلت وهي عملية خاطئة، ومن ثم أثرت على النسيج المجتمعي داخل العراق. طيب. بحيث أصبح الولاء للمذهب والولاء للعشيرة، يعني تفعيل الهويات الفرعية. نعم نعم، يعني الهوية الأساسية افتقدناها هي هوية المواطنة العراقية. طيب. أما في ما يخص الصورة الضبابية اللي نعيشها اليوم، تعلم أنت منذ إجراء الانتخابات عام 2021 كانت مطالب المنتفضين الأبطال في ساحات الاحتجاج دوائر متعددة، انتخابات فردية، والكشف عن مصير المختطفين، والكشف عن اللي أراقوا الدم العراقي في الانتفاضة. للأسف ما تحققت هذه الأمور، وكأن هناك يد أكبر من يد الحكومة في العراق، هذا الأمر الواضح. يعني هناك يد أكبر من سلطة الدولة، يعني مفهوم تتحكم الدولة العميقة مثلا. بالتأكيد يعني يعني أنت عندما لا يتم الكشف عن قتلة المتظاهرين العراقيين، هذه يعني سبة بحق الحكومة، سبة بحق القانون في البلد، ومو يعني مو من الشيء الصعب، مو الشيء الصعب انه لكن مع ذلك هاي ما سببت ازمة في البلد مثل الازمة اللي نعيشها الان. نعم ام هي كانت البداية اياس؟ نعم، احنا للاسف ما عندنا تخطيط جيد، ولا عندنا إدارة صحيحة للأزمات. طيب. اللي نمر بيها، وبالتالي كل الأزمات اللي مرينا بيها ما كانت عندنا حلول لها، كنا نرحل المشكلة. وبالتالي وصلنا إلى مرحلة، اليوم وصلنا إلى مرحلة من الانفجار السياسي في العراق. ما ممكن، من المستحيل وأنا متيقن من ذلك، أنه اليوم تستمر العملية السياسية بهذا الشكل. احنا وصلنا الى مفترق، يعني من قبل كان اما لا دولة واما ان تبنى دولة صحيحة. اما اليوم اللي باق واللي قتل واللي تسبب في دمار هيكل الدولة العراقية يبقى حر طليق، وهناك معتقلين ابرياء في السجون، وهناك نعم من يعتقل، من يعتقل؟ إذن ما هو إذن باعترافهم الجميع متورط، الجميع فشل، ومعروف انه من يفشل في ادارة الدولة يجب ان يحاسب. موظف اليوم اذا اساء ينزوي ما يبقى متمسك بإدارة الدولة. هذه عقوبة، الانزواء، الانزواء ثم المحاكمة. انا اجي احاسب ياس، انا يجب ان يحاسب عندي كل من اساء الى كيان الدولة، الى اسم العراق، الى اموال العراق. الى اخي اليوم خدت مليارات ورحت درت وجهك، هاي فلوسك، فلوس اهلك، هذه يا هاي فلوس الشعب العراقي، الشعب العراقي اللي دا يتضور جوع، غلاء، سوء معيشة، سوء خدمات، كهرباء غير موجودة، شوارع يا أخي. هو الخراب الآن اللي موجود، هذا اللي أعود به على سؤالي، إنه الشارع منعزل تماما عن كل الأحداث السياسية. لا، الشارع مو منعزل، وراح أقول لك شلون أياس. تذكر عندما بدأت انتفاضة عام 2019؟ نعم. انتفاضة أكتوبر. نعم. ترى ما كانت انتفاضة تخص أحزاب، ولو كانت انتفاضة تخص أحزاب أخي ما كان انملأت الساحات. هذه أكد عضت كلامي بأنه صراع اليوم صراع سياسي. لكن اللي حدث عندنا
خذلان للمنتفضين في انتفاضة اكتوبر 2019. طيب. هناك دم أريق ولم يتم الكشف عن الدماء اللي أريقت، لأن هناك صعوبة أستاذ عماد بكشف عن قتلة المتظاهرين، لأن في وقتها يقال أنه السلاح معروف من يمسكه، إذا كان مثل ما يتهمه الإطار التنسيقي أو مجموعة من قياداته بأنه القنص كان من اللواء الرئاسي حسب ما أشيع بالإعلام، والثوار أو المحتجين أو المتظاهرين يعني يقولون بأنه كتل سياسية لديها سلاح، الكل اتهم بها، والكل اتهم. تصفية هذا الموضوع صعب جدا، لذلك أنا أسأل شكل الدولة القادم إذا ما رحنا إلى مفهوم الدولة، لأن أن ننزلق إلى الفوضى هذا خيار ليس في مصلحة الجميع. كيف تبنى الدولة؟ هل بكتابة دستور جديد؟ هل لكي أمتصر غضب الشارع اللي منتفض الآن واللي يسكن البرلمان؟ أم تغيير مرشح؟ أم انزواء بعض الكتل وبعض القيادات السياسية ممن عليهم بعض المؤشرات؟ شكرا جزيلا أستاذ، تحية لك والأستاذ صلاح وضيفك الآخر ولمشاهدي ومتابعي قناتكم. حقيقة فقهاء القانون يقولون أن القوانين ما يقاس نجاحها بمدى سماويتها، يقاس نجاحها بمدى ملائمتها للمجتمع. كل ما يكون القانون ملائم للمجتمع هو فعلا تكون القوانين ناجحة. احنا نتساءل هل القوانين غير موجودة؟ القوانين موجودة. إذن أزمة تطبيق قوانين، من القادر على تطبيق القانون؟ القادر على تطبيق القانون يجب أن يتمكن من أدواته. أما إذا كانت القانون تطبق على جهة دون جهة أخرى فهذه مشكلة كبيرة. كل الطبقة السياسية منذ 2003 إلى الآن يشار لها بأصابع الاتهام. الشعب العراقي مثل ما يعرف جنابك وضيفك الكريم أنه أكو عزوف عن المشاركة بالانتخابات، عزوف حتى عن الاهتمام. بالضبط، هذا العزوف يمكن الطبقة السياسية، سواء كانت هذه الطبقة السياسية صالحة طالحة، أن تشبث بمواقعها. مهما يكون يجب المشاركة. هو التغيير شلون يتم أستاذ؟ التغيير يتم بطرق عديدة، منها أولا الطريقة الخارجية اللي أشار إلها الأستاذ واللي بيّن مدى مساوئها، والطريقة الثانية هي طريقة الانقلابات. الانقلابات اللي يجب نتحدث عنها الآن مستحيلة، لأنه السلاح في كل الأيادي، كل الأطراف تمتلك السلاح. إذا الانقلاب لصالح جهة معينة هذا أمر مستبعد. يبقى الخيار الثالث هو خيار الانتخابات، والانتخابات تحتاج إلى وعي كبير. هذا الوعي الكبير ما يجي بيوم وليلة. فقط وعي أستاذ عماد؟ أكيد. اسمح لي، الانتخابات تحتاج إلى بيئة انتخابية. أكيد. هناك مجموعة عوامل، هناك الكثير من الشخصيات لم ترشح لأنها خائفة من استهداف بيوتها واستهدافها شخصيا، مجموعة عوامل واستهداف مقارها. نعم. اليوم مقرات لها وتد بسابع أرض تحرق وتهدد وغيرها. واضح. أنا أقول مجموعة عوامل أهمها وعي المواطن. زين. وعي المواطن اللي جاي نشوفه، المواطن ما جاي ينتخب على أساس الكفاءة. مواطن أصلا ما جاي ينتخب، قليل يعني، حتى اللي من المواطن، حتى اللي ينتخب ما جاي ينتخب على أساس الكفاءة، ينتخب على أساس القبيلة والمذهب والمصالح وغيرها من الممكن أنه يلجأ إلها في سبيل يحصل مبتغاه من هذه الانتخابات. بعدنا إحنا للآن بعقلية المواطن يطالب النائب بتبليط ومولدة وسبويس، ما فاهم دور النائب. دور النائب هو تشريعي، أنا أقول تشريعي ورقابي. الخلاص اليوم من هذه الأزمة السياسية، وأنا مصر على أنها أزمة سياسية تلقي بظلالها على الشعب. أكيد. أزمة سياسية صارها 10 أشهر، وهاي اللي يصير الآن نتيجة طبيعية لكل الأحداث اللي صارت ولكل المبادرات ولكل المواقف اللي صارت. بس أنا أقول الحل يأتي بكتابة دستور جديد. أبداً، أنا أشرت قبل تعديل مادة 65. أبداً. بحل أولاً يسمح لحل البرلمان. أنت تعتقد جنابك هسه افتراض المحال ليس بمحال. نعم. لو طلع الشعب العراقي برمته على هذه الطبقة السياسية من أليفها إلى يائها وألقى بهم بالسجون، أعدمهم، إيش قد اللي يحكمون العراق أستاذ؟ يعني 7-8.
سبعة ثمانية شنو؟ أصحاب القرار. أصحاب القرار ومتابعينهم وجمهورهم وكل يعني اللي بديهم سلطة القرار. زين. 5000 واحد. 5000 واحد. 10000 واحد كلهم انعدموا. تعتقد إنه راح يصير العالم وردي؟ ناكي. أبداً. تولد عندك طبقة بديلة. هذه الطبقة البديلة يعني أنا خلي أشير بإشارة هيك سريعة. حراك تشرين. حراك تشرين لما طلع حراك تشرين وكانوا الجماهير مسانتة بعد أن دخلت هذه الأحزاب ودخلت هذه الشخصيات المنتفعة انسحبت هذه الناس الآن القلة القليلة اللي يتحرك بهذا الإطار بحراك تشرين إلا من ما حصل ما لو ما حصل مستشار لو ما حصل لفت شغلة وبادي بدأ يرجع يحاول أنه يسلط الأضواء عليه إلى أن يصل المبتغى أو هناك أشخاص حقيقيين ولكن قليلين أكيد القليل هذا الحقيقي اللي تكلمنا عليه وشرنا إليه يعني بعده موجود موجود لكنه يائس نعم السلام عليكم أستاذ أحمد أرحب بك الكاتب والمحلل السياسي تحياتي أهلا وسهلا تحياتنا جنابك الكريم شكرا وتحياتنا ضيوفك شكرا جزيلا احنا هسه دخلنا الى مرحلة العجز السياسي وليس الانسداد السياسي كل الكتل السياسية عاجزة عن تقديم الحل الانسب بالامس كانت هناك مبادرة يعني دعوة من السيد الحكيم للقاء مباشر ما بين قطبي العملية السياسية في البيت الشيعي الاطار والتيار والسيد العبادي طرح الى دعوة الى حوار جاد سيد برام صالح قال حوار وطني وصادق هاي الصفات ما كانت تتخلل في المبادرات طيلة العشر تشر إلى أن وصلنا إلى مرحلة العجز السياسي وهل الكتل السياسية اليوم تدفع ثمن عنادها وتمسكها وعدم تنازلها عن بعض الامتيازات يعني بالضبط مثل ما أشرت بالنقطة الثانية أن الكتل السياسية لا تدفع ثمن عنادها وتمسكها بمواقفها المبادرات السياسية التي أطلقت طبعا كلها مبادرات محترمة لكن بالحقيقة لم تحتوي على شيء جديد يرسم به نستطيع نقول ترسم به الأيام القادمة للعملية السياسية العملية السياسية للأسف الشديد شبه وصلت إلى طريق مع تمسك طرف بأن يكون هو طرف خاسر ويريد أن يملك كل شيء يعني لحد هذه اللحظة أنا لا أريد أن أهاجم طرف معين لكن أنا أذكر أحداث لحد هذه اللحظة شخصيات وقيادات بالإطار التنسيقي تقول أن الانتخابات مزورة لحد هذه اللحظة طالما الانتخابات مزورة لماذا تشكلون إذا كان هناك تزويرا في الانتخابات تسليم بقرار المحكمة الاتحادية التي صادقت على نتائج الانتخابات جيد إذن أما أن نسلم فعلا بكل قراراتنا المحكمة الاتحادية ونقول أن هذه الانتخابات غير مزورة ونكتفي بهذا الحديث وأن الانتخابات زورت من الإمارات وجنوب أفريقيا وبالإسخار زورت الانتخابات ونذهب إحنا ونقول يا با إحنا خسرنا تراجعنا ونروح ندرس أسباب الخسارة ليش تراجعنا ليش يعني أكيد أسباب خسارة وروح أقوي علاقتي ويا جمهوري أقوي علاقتي ويا المكونات مو أروح أني أجي أتبع استراتيجية عزل الآخر ثم الآخر يذهب إلى الاستقالة يعني صار التعامل صار القضاض على المقاعد وكأنما هناك غريبة ينتظرون هذه اللحظة أستاذ أحمد يعني هو يعني الطرف الآخر يعني الفريق الآخر فريق التيار الصدري اليوم اللي أنصاره موجودين داخل البرلمان ومحتجين إلى حين تحقيق المطالب منها القضاء والبث بموضوع التسريبات وغيرها وحضرتك تعرف الطرف الآخر تعامل بقانونية مع الموضوع راح فسر عند المحكمة الاتحادية قدم دعوة فسرت له بإمكانك تشكيل ثلث معطل إذن هو شكل ثلث معطل انقلابه على القانون والدستور كيف يعني كيف يكون انقضاض على المقاعد الكتلة الصدرية انسحبت من هذا الموضوع أنا أتعامل وياك بمبدأ السياسة أعرف طيب. جدا القرارات القضائية أنا ربما طرف جدا مهم بالعملية السياسية ولديه جمهور واسع وقد استقال من العملية السياسية المفروض أني أتبع سياسة الاحتواء أتبع سياسة التعامل هاي مال بالإعلام تطلع وحدها نهائيا أنا راح أكون وياك صريح هناك خطابين داخل النطاق هناك اتجاهين داخل النطاق نعم اتجاه يقوده السيد العبادي والحكيم
وهذا اتجاه برد جدا ويدعو الى استراتيجيه الاحتواء والحوار. وهناك سياسه يعني متعدده جناح يقوده السيد المالكي حتى في عمليه السيد العامري باي اتجاه؟ اذا باتجاه السيد الحكيم يعني انا قلت صريح وياك حتى في اختيار عمليه رئيس الوزراء، مع احترامي اني شخص سيد سوداني جدا طيب. انا محترمه واضح هذا من عنده، لكن كان هناك راي، كان هناك راي لهذه المجموعه ان يكون رئيس الوزراء المرشح ليس محسوب على جهه، لا تقول لي مستقيل، احنا هاي بالموضوع المستقيل ويطلع من عمايتي ويروح شكل التيار، احنا العراقيين هاي كلها بتعبر عليها زين بحترام. اوكي هاي بتعبر زين. هاي السالفه ان انا اطلع واروح شكل تيار، انا اتفق يا الاخ، خلي شويه اضيف لك معلومه، هواي من التشريعيين هسه ياخذون رواتب من الاحزاب وفاتحين مقرات من الاحزاب يكرمونها، يعني ترى العراقيين ما عاد خافي هذا الموضوع واضح ان انا استقيل الحكومه وافتح مقر. كان هناك راي يعني اكون وياك صريح داخل الاطار التنسيقي بترشيح شخصيه ليس لا تحسب على جميع الاطراف، لا تحسب على جميع الاطراف، او ترشح شخصيه لديها علاقه جيده بالتيار الصدري. حتى طيب أنا ما التيار الصدري استاذ احمد حتى نستفيد من الوقت، التيار الصدري ما عنده فيتو على السيد السوداني، يعني مثلا عضو، بس هسه اكو تصريح السيد حسن فدعم عضو تيار الحكم مثل ما تعرف قال بانه زعيم ائتلاف دولة القانون السيد نور المالكي كان اشد او من اشد المعارضين لترشيح السوداني في المرحلة الماضية، وانه الجميع يخاف النجاح في حال تكليفه، لذلك اخرجت له الجماهير. شلون انت تشوف مدى واقعية هذا الحدث او هذا الكلام؟ راح اخصك بمعلومه حلوه المقابل. الاسماء التي رشحت من قبل اطار التنسيق 11 اسم زين مو خمسه. ثلاث اسماء من ترشيح السيد المالكي هسه كشفنا واحد السوداني، ما اكشف لك الاسماء الباقيه يعني. مبينين هم ثلاث اسماء السيد المالكي رشح ضمن ال 11. يعني خلنا اكون صريح وياك، كان هناك ترشيح بشخص السيد العبادي، نعم، باعتبار ان السيد العبادي هو رئيس وزراء يجيد التعامل مع الأزمات، سبق وإن كانت أزمة كبيرة في البلد، أزمة لا اسمه غير مستفز، اسمه غير مستفز للسيد الصدر، يعني خل يعني هم طقطق كلها قولت أهلنا تم رفضه من قبل جناح السيد، يعني هاي هم أعطيك إياها. إذا السيد مالكي كان عنده ثلاث مرشحين حصل على واحد، والسيد مالكي بالمناسبة يعني هو سياسيا ذكي جدا، لا يتمسك بمرشح ولا يقدم مرشح واحد، هو دائما يجيد موضوع البدلاء والترشيح والسحب، يعني يجيد هذه العمليه، اذا هو قدم ثلاث مرشحين. وانا اقول يعني صراحه ان الازمه الحاليه ليست ازمه السودان نهائيا مع التيار الصدري. التيار الصدري يعني كان ينتظر، وحتى في صلاه الجمعه الاخيره الذي دعا اليها قدم توصيات بان تكون رئيس الوزراء القادم شخصيه غير مستفزه، شخصيه مستقله، يعني هذا اشاره الى استعداد التعامل مع الحكومه القادمه. طيب ما انطرحت اذا كان الخصم السيد المالكي، اني استاذ احمد اللي فهمته من كلامك يعني وهذا واضح جدا بانه اكو فيتو على السيد المالكي، واي شيء يخرج من السيد المالكي ومرفوض من التيار الصدري، اذا كانت الاسماء غير مستفزه فقط لان المالكي ممكن مرشحها، ليش اني اتعامل بهذه الطريقه في هذا البلد؟ اليس هذا ايضا جزء من العناد السياسي؟ يعني حتى انتقل. أنا ما أعرف يعني هسه هذا التمسك بالوقت وليس عناد. يعني هناك رؤيه داخل التيار الصدري، هناك رؤيه داخل التيار الصدري ان اي شخصيه يقوم بترشيح هذا السيد المالكي سيكون رئيس الوزراء الفعلي بالمرحله القادمه هو السيد. خليني اعود الى استاذ صلاح. هناك من يقول اليوم حتى منشورات والله على موقع التواصل الاجتماعي من شخصيات لها باع بالعمل السياسي، يقولون انه واحد من الحلول يعني مثلا الحل في انسحاب شخص السيد المالكي من العمليه السياسيه والدعوه لانتخابات مبكره وتكليف مثلا ممكن وزير الماليه، بما انه اكو ملاحظات على السيد مصطفى الكاظمي من قبل الاطار التنسيقي، التكليف السيد وزير الماليه علي علاوي برئاسه الوزراء لاجراء هذه الانتخابات. شو نشوف هذا الحل وش قد ممكن يحل لي ازمه؟ إذا انعدمت الثقة بين كل الأطراف السياسية ما ممكن أنه توصل إلى مشتركات بين هذه الأطراف السياسية. إحنا أساس الأزمة عندنا هو انعدام الثقة ما بين الكتل السياسية، أزمة ثقة كبيرة تعيش هذه الكتل بسبب صراعات سياسية للأسف، صراعات مصالح
ومكاسب ومغانم. يعني الشيء الصحيح في السياسة أنه أنت تختلف من أجل مصلحة مجتمع، مصلحة شعب، مصلحة محافظات صعدتك المجلس النواب، خلينا نصغرها أكثر. لكن إحنا أصل الصراعات صراعات مكاسب ومغانم. يعني حتى ترشيح السيد وزير المالية قد يكون هناك من يحسب الرجل على السيد الكاظمي باعتباره مقرب جدا على الكاظمي. يعني شوف إحنا وصلنا مرحلة وزير المالية هذا قريب للسيد الكاظمي، ترشح محمد الشياع هذا قريب للمالكي، والمالكي نحكيها صراحة المالكي أصبح أزمة في الوسط السياسي العراقي بسبب صراعات سابقة. هل طرح اسم المالكي، هل انسحاب السيد المالكي من العملية السياسية سيحل جزء كثير من الأزمة؟ سيكون جزء أساسي من الحل. اليوم التيار الصدري هو ما كان رافض استلام الإطار مدى الحكاسة على الوضع بالنسبة للشارع، بالنسبة بالنسبة للشارع الاتيان بحكومة، هل الحكومة متعلقة اليوم بشخص المالكي بأنه تنجح أم لا؟ خلنا نحكي صراحة، من الجهة العراقية الوحيدة القادرة على تعبئة وتحشيد الشارع العراقي؟ التيار الصدري. التيار الصدري. بقية الأحزاب أنا أجزم لك كل حزب لو يجيب لي 500 نفر بالشارع، لو حتى 500 ما يجون، لازم يجيب لهم غداهم وعشاهم ومصرف جيبهم يلا طلع ال 500 واحد. الجهة الوحيدة خلنا نتكلمها بصراحة، وأنا رجال مو صدري، أنت تعرف بي يعني ما، لكن هذا واقع يجب أن نعترف به. الجهة العراقية الوحيدة القادرة على تعبئة الشارع وتحشيد الجمهور هو التيار الصدري ودخول البرلمان. يعني تتذكر التشرينين سنة ونص صوتهم راح، رادوا يعبرون الجسر ما قدروا يعبرون الحاجز الأول، الصدريين فاتوا وما نعرف شو وقت راح يكون الخروج. إذن انعدام الثقة هو سبب الأزمة بين كل الأطراف السياسية. تعال أنت اليوم شلون تولي الثقة بين هذه الأطراف؟ لن تتولى الثقة بين أطراف تعيش عقد نفسية سابقة، الإسلامي مختلف مع الشيوعي والشيوعي مختلف مع القومي والبعثي عادي هذا وهذا الطرف عادي هذا، وبالتالي كل هذه الأطراف بيناتهم أخي حقبة زمنية كبيرة من العداء، من الدم، من تاريخ، تاريخ يا أياس تاريخ، يعني كل دم وكل صراعات. فما ممكن أنت تجي تجمع هذه الأطراف، إحنا بحاجة إلى بناء عملية سياسية جديدة في العراق. طيب أستاذ عماد، قد مدى مسؤولية الكتل السياسية تجاه هذا اللي دا يصير؟ يعني اليوم أكو كتلة أو أكو تيار شعبي واسع واقف بالبرلمان محتج يريد تنفيذ بعض المطالب اللي يراها الطرف الآخر بأنها تعجيزية وإقصائية. زين، يعاب على الإطار بأنه لم يفهم الحركة الأولى للسيد الصدر بالانسحاب، يعني بالواقع شلون أكبر كتلة تنسحب بهذه إذا ما يكون عنده خطوة أخرى في التأثير على تشكيل الحكومة؟ ليش مضى التيار الصدري وليش مضى الإطار التنسيقي بموضوع أنه إحنا الكتلة الأكبر ورأسا راحوا جابوا نواب بدلاء وكذا؟ ليش ما تم احتواء الأزمة من الأصوات المرنة في مثل ما وصفهم السيد أحمد القذر؟ شكرا أستاذ مرة أخرى. يعني مجموعة ملاحظات طرحها الأستاذ أحمد وطرحت تساؤل جنابك. أولا الإطار التنسيقي ما شكل كتلة أكبر بعد خروج التيار الصدري، هاي مغالطات، هاي ادعى. الإطار التنسيقي هو الكتلة الأكبر بوجود التيار الصدري داخل العملية السياسية قبل الانسحاب. الإطار التنسيقي 88 مقعد والأخوة بالتيار الصدري 74 مقعد. هذا بلغة الأرقام أنا أتكلم لك، ما أتكلم لك أنه بلغة الأرقام والتواقيع والأسماء، لكنه ادعى بأنه الكتلة الأكبر بعد انسحاب التيار الصدري. لا بديهي، هو بديهي جدا، بديهي أنه أنا كتلة أكبر راح أقدم مرشح. واضح. المبادرات اللي تكلمتوا عنها، المبادرة يجب أن تأتي من شخصية خارج العملية السياسية حتى تحظى بمقبولية. أما المبادرات من طرف سياسي أكيد راح تصير عليها إشكالات. الأستاذ يقول انقضاض على المناصب. ليش ما طرحت الشخصيات الخارج الكتل السياسية ومبادرات تطرح برأيك؟ يعني تطرح لكنه مو بالمستوى المبادرة الناضجة، مو بالمستوى لو الشخصية اللي موجودة غير مؤثرة على الكتل لا السياسية. لا مو يعني مثلا لو طرح السيد السيستاني مبادرة، لا السيد السيستاني لحل الأزمة، لأن شخصية مؤثرة، الشخصيات غير مؤثرة. واضح نرجع يعني لو كان السيد مام جلال في يعني على قيد الحياة كانت مبادرته أخرى، يعني نعم. ممكن. الأستاذ يقول الأخوة انقضوا على المناصب بعد خروج التيار الصدري. الأستاذ التيار الصدري
الأخوة بالإطار التنسيق مقاطعين جلسة واحدة وهم وزعوا اللجان وقالوا لهم شرطة ما تحصلون، وين أشوف وين الانقضاض وين الكلام الآخر. طيب. هاي نقطة. الأخوة يتكلمون باسم الشعب العراقي، التيار الصدري. التيار الصدري كل جماهيره 800,000 حسب نسبة مفوضية الانتخابات. 800,000 ما من حقك تتكلم باسم الشعب العراقي كله. الشعب العراقي كله بأكراد وبسنة وبمقاطعين وبإطار تنسيقي. الإطار التنسيقي 2,300,000 أكثر، ضعفين عدد الأخوة بالتيار الصدري. لكن مع ذلك الأخوة بالتيار الصدري يريدون رئيس وزراء ضعيف حتى يبقون مسيطرين على كل العملية السياسية. السيد العبادي أبان ما انتهت الحقبة مالته طلع على شاشات التلفزيون قال الأخوة بالتيار الصدري ابتلعوا الدولة بهذا المضمون، تقدر تراجعها على اليوتيوب. وأكمل الأخوة بالتيار الصدري بحكومة السيد الكاظمي الهزيلة، كل مرافق الدولة يمسك بها التيار الصدري بأكثر من 500. سيد عادل عبد المهدي ليش عبرته؟ 6 شهور ما قدر. شو يسوي السيد عادل عبد المهدي؟ عادل كان ضحية. عادل عبد المهدي اجى حلقة مفرغة. ليش؟ زين للآن شخصية الأخوة سياسية متفق عليها. ليش أنا يعني عندما كان هناك اتفاق ما بين الفتح وسائرون أستاذ على اسم واحد؟ أنا أسأل نفس السؤال، ليش السيد الصدر ما أعطى للسيد الكاظمي مهلة مثل ما أعطى للسيد عادل عبد المهدي؟ شنو يعطيه مهلة؟ مطا سنة وسنة وراها طلعت تظاهرات بشنو؟ يعني يطيع على على أوضاع العراق. أنا هسه أنا مو مع الكاظمي، لكن أنا من اللي يقرأ هنا مثلاً يقول لك الكاظمي حسن العلاقات العراق، خلى العراق يعود هاي المسألة خارجياً. لا هاي المسألة صدق مضحك يا أستاذ. يعني إحنا بالداخل متقاتلين وأنت تحسن العلاقات ويا الخارج؟ ما هو شخصية العراقية. لا يا عزيزي أبداً. ليش ما كنا ليش في حكومات السابقه ما كان البلد ميت جوع وتذهب مساعدات الى فلسطين وإلى دول اخرى؟ هو هذا الاشكال اللي نطرحه احنا يقولون اللي يحرم حتى في عهد رئيس الوزراء القوي على يقولون اللي يقولون اللي يحل على البيت يحرم على الجامع. نعم. هذا هي نقطه مركزيه. الاستاذ صلاح طرح انه ماكو جهات سياسيه تقدر تطلع تظاهرات. لا تقدر، كل الجهات السياسيه قادره على ان تخرج تظاهرات، اخرها السيد عمار الحكيم بهاي تظاهرات او التجمع مالته. لكن لكن انا اقول اكو فرق بالقيادات اللي عتها 2,300,000 وما تريد تخرج جماهير للشارع حتى لا يصير احتكاك ولا يصير اعتداء على مؤسسات الدوله. اكو فرق كلش كبير بين التظاهر السلمي وبين اقتحام المؤسسات الدستورية. أنا اليوم أريد أؤمن بالتيار الصدري وهاي مسيرته الإصلاحية من أشوفه مقتحم البرلمان. شلون أؤمن أنا لأن عجزت كل المبادرات. بأقلل 30 ثانية أستاذ. ايه بأقلل 30 ثانية أنا أحسبها. إيه السيد عندي 5 دقائق. السيد الكاظمي يقول نحن مع التظاهرات السلمية والحفاظ على أمنيتها ونأمن لهم. نعم. يقدر السيد الكاظمي يطي نفس هذا التصريح باكر إذا طلعوا الإطار التنسيقي تظاهرات وقعدوا بمكتب أنت كمواطن عراقي وقعدوا قعدوا بمكتب رئيس الوزراء يقدر راح يتعامل وياهم نفس التعامل؟ أعود معك أستاذ أحمد، أنت لابد يعني النواب اللي تيار الصدر كان عنده 73 نائب مجلس النواب يقدر يوقف أي شيء تحت قبة البرلمان، يعني ما كان بحاجة إلى الانسحاب بعدين يتظاهر وبعدين يقعد بالبرلمان ويسبب أزمة داخل الكتل السياسية وداخل المشهد السياسي العراقي. ما كان ظل بالبرلمان وأي شيء مع حلفاء يوقف كل شيء. يعني أولاً استقالة نواب التيار الصدري لم تأتي من فراغ، أتت بعد اتباع استراتيجية من قبل الإطار التنسيقي بمحاصرته والاستعانة بدول خارجية. أحد قادة الإطار في يوم واحد التقى زعيم دولتين عربيتين واحدة منها الخليجية وطالبهم بدعم حكومة الإطار وعدم التعامل مع مقتدى الصدر باعتباره عنصر غير مستقر سياسيا. يعني احنا ما خفي من العمليه السياسيه ترى كثير استاذ المدعو واضح الجماهير وما قاعدين نالف من عندنا. يمكن هاي الطبقه السياسيه لا تسال كلامك وايد تستغرب، تسال كلامي صح او خطا راح تشوفه نفس الشيء. هاي اولا الواقع يعطينا معطيات بكلامك. استقيل انا من يعني مجلس النواب، انا استقاليت من مجلس النواب، انا ما طلعت بالعمليه السياسيه، وبالتالي انا امتلك حق الشارع وبالحق استخدام حق التظاهر
والتظاهر ما حدد بطاقة. هل دخول المنطقة الخضراء إذا تسمح لي أستاذ؟ يوصفها السيد عماد بالاقتحام، أنا بمفردة أهذب. دخول البرلمان ضمن الأطر الدستورية، هذا اللي يسأل عنه السيد عماد. مجلس النواب هو مؤسسة تابعة للشعب العراقي، وهي مكان لنواب الشعب، وبالتالي هذا الشعب انتخب النواب إلى دخل بالبرلمان، وهاي سياسة موجودة في كل العالم. تشوف هناك احيانا جماهير تدخل البرلمان، يعني هي مو هاي موضوع الانقلاب وتسويق الانقلاب على العمليه السياسيه وبيان واحد، مؤكد لك يعني ما لمسنا هذا الشيء ابدا ان هناك نيه للانقلاب على الدستور، هناك ممارسه ديمقراطيه. والدليل على كلامي ان السيد هادي العامري يوم امس كان لديه تصريح قال فيه ان كل ما يجري هو ضمن الممارسه الديمقراطيه، يعني هذا بيان صادر من الاطار التنسيقي، بل من زعيم الاطار التنسيقي الحاج هادي العامري، وهو شخصيه لها كل التقدير والاحترام. هذا اولا. ثانيا الجمهور الصدري ما يقول ان الاطار التنسيقي ما عنده جمهور وما عنده ناس، ما يقول هذا الكلام، بس يقول انا الفائز الاول. الاخ العزيز يقول عندهم 800,000 ناخب، يا اخي هسه هم طلعوا الاول في الانتخابات، عندهم 800، عندهم 500، عندهم 400، انت ليش ما حققت الاول؟ ثالثا الاطار التنسيقي ترى مو حزين. شنو الاول؟ شلون 74 والاول؟ ليش؟ خليني اكمل انا ما قطعت. يقول شلون 74 الاول؟ احنا 88. خلينا نستفيد واعطيك حق. لا خلينا نستفيد من الوقت، تفضل استاذ احمد. ما عندي وقت. انا ما اريد ادخل بجدل، لكن لو عندهم 88 ما تضروا يوما السيد مقتدى الصدر، صدقني. لو عندهم 88 ما بتضروا يوما السيد الصدر. طيب عندهم قد يصلون الى 70، الى يعني هذا ايضا رقم مهي. لكن احنا نرجع نقول هاي مجموعه احزاب، يعني تقريبا 8 9 10 طلعت هذا العدد، وهاي كتله واحده جابت 73. هل من المعقول اني اتجاهل هذا الوزن الجماهيري؟ ما متجاهل، الاخر هو اللي انسحب. استاذ عندي سؤال، خلي على مود اغادرك سؤال، بس تجاوبني بيه باقل من ما اعرف يعني 30 ثانيه او غيرها. اليوم البوادر تشير الى انهيار النظام السياسي، واذا انهار شلون انا والمجتمع الدولي راح يسمح بهذا الانهيار، كونهم السبب الاساسي يعني بوجود النظم العراقيه او النظام العراقي هذا؟ بس جواب مختصر فدو. التسويق بخصوص انهيار النظام السياسي لا يوجد. هناك مخارج قانونيه، هناك حل البرلمان، هناك انتخابات مبكره، هناك اصدار قرارات من الهيئه القضائيه، هناك الحقيقه معالجات كثيره ممكن ان تحدث، لكن انهيار النظام السياسي لن يتطرق احدا لانهيار النظام السياسي او اسقاط النظام السياسي او اسقاط العمليه السياسيه. لا، هناك اخطاء واخطاء طيب. كبيره استاذ صلاح. استاذ اياس قبل السؤال مالتك، للاسف رئاسه مجلس النواب والاخوه في الاطار التنسيقي يتحملون جزء كبير جدا من الازمه السياسيه اللي نمر بها، بالاستعجال في عمليه استبدال نواب التيار الصدري بعد انسحابه. احنا كنا نمر في عطله تشريعيه، كان الاجدر بينا ننتظر نهايه العطله التشريعيه نطلع الجانب السياسي دور في اعاده نواب التيار الصدري، افضل مما اليوم تم استبدال نواب التيار الصدري بممثليهم في الشارع. طيب بمجرد المصادقة من السيد الحلبوسي على استقالة النواب التيار الصدري أصبح من المستحيل إعادتهم إلى العملية السياسية دستوريا. إذن ماكو داعي أستعجل بالمصادقة. إذن سواء استعجل الإطار التنسيقي وبقية الكتل بتقديم النواب الملتحقين للبرلمان أو تأخروا فالعملية واحدة، لكن هناك استفزاز كان. أبدا استفزاز. أخي أستاذ عماد إذا تسمح، يعني انت تقنعني انه السيد الحاج هادي العامري ما عنده تاثير على رئيس مجلس النواب؟ لو اي رئيس كتله داخل الاطار كان المفروض الجانب السياسي ياخذ دوره، وبالتالي طيب. انا احاول اكتسب ثقه نواب التيار. استاذ عماد داخلين الانتخابات مبكره، وحكومه الكاظم هي اللي راح تسوي يعني الانتخابات بسرعه. يعني مساله الانتخابات المبكره ما زالت مطروحه على طاوله نقاش زي. الاطار التنسيقي. استاذ احمد طالبت بمداخله بسيطه، ما اقدر ارفض هذا الموضوع. موضوع بس الدستوري. بس اتاكد ما عندي وقت والله. لا لا لا، موضوع الخرق الدستوري استاذ، ليش هو بيني وبينك وقدام المشاهدين هو كم خرق دستوري عندنا؟ بس هاي شكرا جزيلا الكاتب والمحلل السياسي احمد الخضر، شكرا جزيلا لك.
الباحث في الشأن السياسي الأستاذ عماد المسافر، شكرا جزيلا لك. والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ صلاح الكويسي، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا، عسى أن يكون العراق أفضل وبصحة أكثر جودة. شكرا لكم، نلتقي غدا في مالها.